معانا من الامارات الان صديقنا العزيز المميز دوما محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني. محمد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبي يا كريم، ومتشرف بيك ودايما كده منور ومطل. حبيبي يا محمد يا رب يخليك. قولي الاجواء، انا عارف ان الاجواء هناك في مدينه العين هي دايما اجواء هادئه ومثاليه لاي معسكر لفريق او منتخب، احكي لي بقى عن الاجواء بتاعه المنتخب في هذه الفتره وهو معسكر اخير قبل كاس الامم الافريقيه. يعني بالفعل زي ما انت قلت يا كريم، يعني المعسكر نموذجي فعلا. احنا هنا في العين الدنيا هاديه، ويعني والفندق الاقامه فندق مخصص لمعسكرات الفرق والانديه، يعني كان موجود هنا اكثر من فريق قبلنا، يعني منهم الزمالك كان في ماتشات من ماتشات السوبر كان موجود في الفندق اللي احنا فيه. الحمد لله الاستعدادات يعني ماشيه كويس والتجهيزات ماشيه كويس، كل اللعيبه الحمد لله، يعني ال 25 لعيب اللي موجودين في المعسكر شاركوا وظهروا بمستوى كويس جدا الحمد لله في التدريبات النهارده والتقسيمه النهارده وامبارح. يعني اللعيبه كلها كانوا مكتملين صفوف امبارح، ال 25 لاعب امبارح والنهارده، وادينا يعني واللعيبه قدوا يعني وعندهم حماس وعندهم اصرار ان الماتشين دول زي ما انت قلت ان دول اخر بروفتين طبعا قبل الاستعداد بقى للماتشات الرسميه تصفيات كاس العالم في شهر 11 عندك ماتشين، وبعد كده امم افريقيا طبعا في شهر واحد، وزي يعني زي ما تريزيجيه كده قال في المؤتمر الصحفي الكريم ان اللعيبه عندها اصرار وعزيمه انها اول حاجه، يعني طبعا الناس اللي راحوا كاس العالم عرفوا عارفين قد ايه قيمه وقوه وحلاوه كاس العالم. فتريزيجيه النهارده في المؤتمر يعني لخص الحاله او الوصف اللي بيعيش في اللعيبه ان هو اي يعني حلمهم ان هم مش يصعدوا كاس العالم بس، لا يصعدوا كاس العالم ويحققوا فيه مركز كويس ويظهروا باداء مشرف ومميز. ونفس الامر بتبقى مع افريقيا، قال لك احنا وصلنا بطولتين نهائي 2017 و2021، فان شاء الله تبقى الثالثه كابتن زي ما بيقولوا يفوزوا بالبطوله ويتواجدوا بطوله مع افريقيا في كوت ديفوار. اللعيبه الحمد لله كلها زي ما قلت كريم جاهزه، مرموش الحمد لله سليم وجاهز وشارك في التدريب امبارح وشارك النهارده في التقسيم وظهروا بمستوى كويس جدا كل اللعيبه. الحقيقه يعني اشكر يعني الشركه المتحده للرياضه الحقيقه واتحاد الكوره ومجلس ابو ظبي اللي موجود معانا في كل مكان في معسكر العين وبيسهل لنا كل حاجه وبيوفروا كل حاجه للمنتخب، يعني ودي حاجه مش جديده عليهم. يعني الحمد لله ان شاء الله، والتذاكر في اقبال كبيره يا كريم على التذاكر تحديدا ماتش الجزائر. يعني المعلومه اللي عندي يعني امبارح المسؤولين في مجلس ابو ظبي قالوا يعني نفذ حوالي 90% من تذاكر ماتش مصر والجزائر، فدي حاجه كويسه. نفس الامر ماتش زامبيا يعني كان في اقبال لحوالي 11 او 12000 تذكره كانوا مدفعين امبارح. ممتاز. الاستاد زي ما انت عارف بياخد حوالي 23 و24000 متفرج. يعني ان شاء الله ان يعني نتمنى ان ماتش زامبيا يبقى فيه حضور جماهيري كبير. ماتش الجزائر هيبقى زي ما قلت لك يعني كل الناس متوقعه ان يبقى الاستاد ممتلئ عن اخره. وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق نتيجه كويسه ونظهر بصوره كويسه. مراد، هل في لاعبين مستبعدين من مباراه الغد لعدم الجاهزيه مثلا زي مرموش او احمد سامي ان هم كانوا اصيبوا في اخر مباريات، ولا كل اللاعبين جاهزين ويتحطوا في التشكيله بكره عادي؟ لا يعني مرموش الحمد لله شارك في التقسيم النهارده وظهر مستوى كويس جدا، نفس الامر احمد سامي شارك وظهر مستوى كويس. وزي ما قلنا في اول يوم المعسكر والدكتور كان محمد ابو العلا رئيس الجهاز الطبي اكد ان اللعيبه سليمه، وده اللي حصل الحقيقه. يعني والناس تبقى متاكده 100% ان لو في اي لعيب عنده شك ان هو يعني بسيط ان هو مصاب او مش هيقدر يلعب طبعا بيتم استبعاده، وده حصل في اكثر من معسكر الماتشات اللي فاتت. يعني فتوح كان بيعاني من اجهاد، مستر فيتوريا بالتنسيق مع الجهاز الطبي فضل ان هو يتم استبعاده من معسكر مباراه تونس خوفا على اللاعب، ودي حاجه بتحسب للجهاز الفني والجهاز الطبي طبعا ان هو مصلحه اللاعب يعني في المقام الاول. لكن الحمد لله اللعيبه ال 25 زي ما قلت لك كريم كلهم جاهزين، وكلهم يعني النهارده يعني الله يكون في عون فيتوريا عنده اكثر من لعيب جاهز في اكثر من مركز، ودي حاجه كويسه طبعا. وان شاء الله يختار الافضل، والاهم يعني اللي يشارك اساسي طبعا واللي يقعد احتياطي. اللعيبه كلها على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا، زي ما تريزيجيه قال النهارده ان العلاقه بين اللعيبه كلها جوه المعسكر علاقه حب، ويعني والناس كلها يعني بتتميز يعني باخلاق كويسه، والناس كلها يعني قريبين من بعض، ما فيش حاجه اسمها نغمه اهلي وزمالك او نادي ونادي.
هايل. فان شاء الله باذن الله يعني الدنيا تبقى كويسه ونحقق نتائج ايجابيه، والمنتخب مع مستر فيكتوريا باستثناء ماتش تونس او باستثناء 10 دقائق طبعا بتوع ماتش تونس الاولانيين، الحمد لله المنتخب كان بيظهر بمستوى كويس وبيفوز اداء ونتيجه. لا وهو هو هو يا مراد، بس عشان كنت لسه بتكلم في النقطه ديت، ما هو انت هتخسر وممكن تخسر لا قدر الله بكره وتخسر مباراه الجزائر، المهم ان كنا استفدنا، يعني حتى اللي حصل في مباراه تونس لو استفدنا منه فهي القصه مش نتيجه بس، عشان نوجه الناس ونفهم الناس انه صح. هو مش الهدف دايما من المباراه الوديه النتيجه ابدا، وهيبقى عندنا اخطاء في المباريات الوديه، المهم الاخطاء دي ما تظهرش في المباريات الرسميه والنتائج ما تبقاش سيئه في المباريات الرسميه ببساطه يعني. صح، وده الهدف، وده مستر فيتوريا وضحه اكتر مره في مؤتمر صحفي ان هو ما فيش منتخب بيفوز على طول، واهم حاجه ان انت بتستفيد من اخطائك وبتستفيد ايه الايجابيات اللي عندك بتزودها وايه السلبيات اللي عندك بتحاول تعالجها. وزي ما انت قلت يا كريم فعلا يعني طبعا لما انت بتلعب ماتشين قويين كسبت ان شاء الله تبقى حاجه كويسه وحافز ليك قبل تصفيات كاس العالم وقبلهم افريقيا. لا قدر الله حققت النتيجه مش ايجابيه يعني مش هيبقى نهايه المطاف، ان شاء الله تعالج السلبيات دي. والفترة اللي جاية انت كل فترة كان عندك يعني كان عندك اصابات وغيابات كتيرة، عندك مثلا امام عاشور واكرم توفيق واحمد حجازي والونش، ان شاء الله يعني المعسكر الجاي يبقى موجود معاك امام وموجود معاك اكرم هيديك قوة طبعا، والونش ان شاء الله وحجازي الحقيقة يعني المنتخب مفتقد طبعا احمد حجازي من اللعيبة الكبيرة والمؤثرة والمهمة. حجازي حجازي يعني يا مراد، حجازي انا عارف ان هو في تواصل معاه دايما، متوقع ان شاء الله انه يبقى جاهز امتى؟ ان شاء يعني انا ما عنديش معلومه مؤكده والله كريم، بس يعني ان شاء الله باذن الله المفروض ان هو على اخر 12 يبقى موجود في الملعب ويشارك في الماتشات ان شاء الله. اتمنى طبعا ان هو يلحق ويبقى موجود ويلحق ام افريقيا، يعني مكسب ومكسب كبير جدا جدا، مش على اللعبه بس، لا على اللعبه وعلى القياده جوه الملعب وبره الملعب وفي المعسكرات، وبيحظى بحب واحترام يعني مع صلاح والنني وتريزيجيه والشناوي واللعيبه الكبيره وطارق حامد، فباذن الله نعمل حاجه كويسه والناس تقف وتدعم وتساند منتخب مصر زي ما كنا متعودين منهم. عايزين نفسك بقى نغمه النادي، او انا لا مش هشجع المنتخب عشان ده خد لعيب كذا او سبع لعيب كذا، ده منتخب بلدك منتخب مصر يعني منتخب قوي، وان شاء الله منتخب قوي بجماهيره، وشفنا الفيديو التحفيزي من يعني من اللعيبه للجماهير ورسالتهم للجماهير يعني ارجعوا دعمونا وساندونا، وان شاء الله يعني نقدم حاجه كويسه ونقدم حاجه مشرفه ومميزه لمصر في الاخر تبقى اسم بلدك. واتمنى الناس يعني كريم يعني زي ما يعني الناس بره بتكبر ولادها وبتكبر منتخباتها وانديتها وبيقفوا جنبهم لغايه ما ينجحوا، احنا شايف ان في نغمه سلبيه بقى لها فتره يعني مش مستوى الرياضه بس لا في اكتر من حاجه. اتمنى الناس تكبر يعني تكبر بلدها ويعملوا حاجه كويسه، في الاول وفي الاخر لما تنجح وتبقى قوي الناس كلها هتحترمك وهتحبك، وان شاء الله يعني باذن الله يعني مصر قادره وتستطيع، واحنا يعني في الرياضه يعني الحمد لله عندك كل الامكانيات اللي انت تبقى دوله كبيره في الرياضه ودوله مميزه في الرياضه طبعا. وان شاء الله يعني الفتره الجايه يبقى احسن واحسن الرياضه وكره القدم تحديدا باذن الله. مراد انا بصراحه فرصه كمان واحنا على الهواء دلوقتي، انا عايز اشكرك بشكل مهني شخصي، انا احترمك بشكل كبير جدا، بس بشكل مهني منسق اعلامي لمنتخب مصر يجب ان يكون كل تفاصيل العمل لزملائنا الصحفيين في اي معسكر يتحدثوا بشكل رائع جدا عن هذا الامر، انت كمان الراجل لا تبخل ابدا باي تواصل مع اي وسيله اعلاميه، فانا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا كصوره لمنتخب مصر، صوره رائعه جدا محمد مراد، وكتفاصيل مهنيه مفيش افضل من كده، انا بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني.